السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. في هذا الفيديو حبيت أعمل مثل نموذج امتحاني يعني للفير اند رايس أو الزاق كوندا بروفهم، يعني راح نجاوب على الأسئلة مثل ما هي بالامتحان. طبعا مثل ما قلت لكم حتى تقدموا على الامتحان ما تكون مش أي شيء نهائيا، بس يعني لازم تسجل بموقع اللي هكا وتروح تقدم الامتحان. طبعا إذا نجحت بالامتحان الكتابي اللي هو عبارة عن 72 سؤال بيظل عندك الامتحان الشفهي. نفرض انك نجحت بالامتحان الكتابي بيظل معك سنتين تعيد الامتحان الشفهي لحتى تنجح فيه. طيب حاليا احنا بنحكي عن الامتحان الكتابي، او الامتحان طبعا مش كتابي، يعني هو عبارة عن الكمبيوتر يعني اختيار من متعدد. الاختيار دائما بكون يعني خيارين اقصى اشي صح، يعني ما فيش ثلاث خيارات، اذا كانت ثلاث خيارات صح بكون في واحد منهم خطأ. هيك يعني يوم كنا بالبروفونج او بالامتحان هيك قال لنا الزلمة هنا، يعني اقصى اشي خيارين صح يعني. طيب حتى نلاقي نموذج لهاي المسألة نروح على موقع اسمه جاك فيرند رايس اش ار. هذا الموقع فيه لير ماتيريال للفيرند رايس اش ار والزاق كوندا بروفونج يعني السكيورتي. طيب انا صراحة حاولت اترجم على هذا جوجل كروم ما مشيش الحال، ففتحت فايرفوكس وحطيت له اضافة ترجمة، هاي الاضافة بتترجم عشان نقعد نترجم مباشرة احسن ما نقعد كل مرة يعني ننسخ ونلصق. طيب بس بنروح هون على اول صفحة، هاي يعني الصفحة الرئيسية هاي تبع جاك فيرند رايس اش ار جاك دوت دي اي. بعدين هم يقول لكم لير ماتيريال، يعني هم في عندهم مواد تعليميه وفي عندهم كمان هون بروفنج فراغن، يعني نماذج لاسئله امتحانيه. طبعا بالامتحان مش راح الشرط يجن الاسئله هيك يعني تماما نفس السؤال، يعني على سبيل المثال مش نفس السؤال الاول ما هو مكتوب، يعني القصد انه الاسئله بتجي على هذه الطريقه او على هذا المنوال. طيب خلينا نروح نقول سو دين بروفنج فراغن. طبعا هذا الامتحان الموقع بما انك فايت ببلاش فبظل يعرض لك اعلانات فبدك تتحمل شوي. طيب هون بروفنج ميتل او شو يعني المتوسط، هاي البروفنج اينس خلينا نجاوب عليه. طبعا مثل ما قلت لكم هو 72 سؤال، 72 سؤال مدتهم ساعتين يعني حتى تجاوب عليهم كلهم. طيب خلينا نروح على هذا السؤال الاول. طيب بس خلينا نترجم هاي الصفحه مشان نظل ملاقيين شو اسمه الحل الصحيح دغري. هون عربي ترجم هذه الصفحه. طيب هذا السؤال الأول هون وهي الترجمة هون، أو السؤال الأول هون وترجمة هنا. طيب هاي طبعا الأسئلة كلها راح يجيب الألماني، ما فيكش ترجم أنت ولا فيكش تسوي شيء، يعني أنت المفروض تكون عارف السؤال وعارف ترجمته. مثلا هو بيقول ديزيشر هايس مونوبول، بعدين حاط لك الخيارات هون بيقول لك هابن زوفول شتاتليشا أوردنونغز بيهوردا أس أوخ بريفات زيشر هايتس أونتر نيمن إس أوس ليسلس زيشر هايدنز فور هالتن فيرد نور فون شتاتليشا أوردنونغز اورغانجن جيفال ليستد كان نور فور بشتمت اوف جابن اوبرتراكت فيردن. طيب بس ملاحظه هسه انه الاسئله كثيره صراحه، يعني 72 سؤال والمشكله كل سؤال فيه اربع خيارات. طبعا هسه الخيارات هون بجوز تشوفها طويله شوي، بس يعني هذا على سبيل المثال هاي اسئله قصيره، او يعني الخيارات هاي قصيره، يعني في بعض الاسئله او الخيارات بكون كاتب لك شيء سطرين ثلاث، يعني بدك تضلك ساعتين وانت تقرا، يعني بدك تعود حالك على القرايه الطويله لهي الصراحه. طيب انا حاليا احنا بما انه قاعدين بنعرض نماذج فما فيش داعي نتعب حالنا بالقرايه، قلت لكم انا حاليا قاعد نعرض نماذج، بس انت المفروض تقراهم بالالماني يعني مشان تعرف اذا رحت على الامتحان تعرف شو قاعد بتجاوب، لانه مش راح يكون في ترجمه. طيب هذا السؤال الاول مثلا بقول لك هون زيشر هايس مونوبول، هم بيقولوا احتكار الامن او احتكار السلطه هون. هم بيقول لك التصنيف، طبعا في عده تصنيفات، اول شيء يعني بقول لك هون قانون الامن العام والنظام، هون اذا رحنا هون مره ثانيه هاي كاتيجوري بقول لك ريست اوف اتنيشا زيشر هايس اورنوم، يعني كل قائمه من او الكاتيجوري من المصنفات هاي بيجي عندها عده اسئله. هسه عون السؤال هذا مثلا بقول لك انه حب اسالك عن الزشر هايت مونوبول او تلاعب بالسلطه او احتكار الامن او شيء. القصد انه هون كل سؤال عليه علامتين او اثنين بوكته او نقطتين. طيب خلينا نروح نشوف الخيار الصحيح. طبعا المشكله حاليا ما فيك تشوف الخيار الصحيح الا حتى تجاوب على 72 سؤال، المشكله اذا جاوبت 72 سؤال بدنا وقت طويل جدا. طيب هون احتكار الامن بقول لك محجوز حصريا لخدمات الامن اللي هو مملوكه من قبل وكالات انفاذ القانون التابعه للدوله وكذلك شركات الامن الخاصه يتم ضمانه فقط من قبل الهيئات التنظيميه الحكوميه لا يمكن نقلها لاداء مهام معينه. طبعا هو احتكار الامن او يعني القصد انه زيشر هايت انه ممكن الدوله تقوم فيه او ممكن الشركات الثانيه تقوم فيه. طبعا انا جاوبت عليها سؤال فعشان هيك بعرف الجواب انه الجواب الثاني بس هو صحيح. طيب نعطيه متابعه. طيب حاليا انا قاعد بضربكم كمثال فمش راح اجاوب على 72 سؤال صراحه، يعني اذا وصلنا على نص او اقل من نص حتى بركه. طيب هون
التصنيف هو بقول لك هاي تصنيف قانون الأمن العام والنظام، نقطتين بقول لك ما الذي يتكون منه؟ قانون والتشريع المعمول به من بين أمور أخرى. طيب خلينا نشوفها بالألماني كمان عشان نفهمها. هون فايتر هون بقول لك فوراوزيس جلتند ريشت جيزيتس أون سوزامن فور هاندرونج جيزيتس زيتسونج أمبوتس أرت فير تريغ أونتر نيم. صراحة على هوا ما أذكر كان فير أودنونج وجيزيتس، هاي يعني أول خيارين القوانين يمكن والأنظمة. ما الذي يتكون منه؟ قوانين التشريع المعمول به من بين أمور أخرى، قوانين والأنظمة، هيك المفروض يكون. طيب هون التالي هون فير أودنونج جيزيتس. طيب هيك جاوبنا على سؤالين، خلينا نجاوب السؤال الثالث. طيب هون بقول لك دويتشلاند است اينه، يعني المانيا هي عباره عن شو؟ بقول لك شتات بوندس بوندس شتات بوندس ريببليك اينهاي شتات. صراحه ما بذكر انه بوندس شتات وبوندس ريببليك شتات، بس شو الفرق بيناتهم من الناحيه القانونيه؟ انه شو الفرق بين بوندس شتات وبوندس ريببليك؟ انت ما بهمكيش، بس المهم انك تكون عارف الجواب صح. طيب هون اذا رحنا مره ثانيه كمان دوله واتحاد، هي مش بوندس شتات. طيب اعطيه الثاني هون كمان وهون الثاني. طيب هون السؤال الرابع بقول لك ريست فور شريفتن دي داس فير هيلتن فون بورغارت سو شتاتن ريجل نينتمان. كان بقول لك ان التصرفات اللي بتنظم القانون من الفون بورغر يعني المواطنين لا الدوله باتجاه الدوله بسميها الشخص، بتوقع اوفن شريشت يعني بسميها الحق العام. يعني في عندك حق عام وحق خاص، الحق العام بتعلق بحق الدولة تجاه المواطنين أو بالعكس تجاه المواطنين تجاه الدولة. بنقول لك تسمى اللوائح القانونية التي تنظم العلاقة بين المواطنين والدولة هي الحق العام. طيب ثاني هون شو؟ أوفنت لشريشت أو الحق العام. طيب مش طبعا مش شرط كل الأسئلة يكون فيها خيارين صح، يعني في بعض الأسئلة بيكون فيها خيارين، في بعض الأسئلة بيكون فيها خيار واحد صح. طيب ننتقل الى السؤال التالي. طيب هون تغير الكاتيجوري يعني المصنف صار شو بقول لك هون جيفير بريشت. هون عليه نقطة واحدة بس السؤال. طبعا كمان انت اذا يعني اذا كنت في الامتحان الافضل انك تركز على الاسئلة اللي عليها نقاط اكثر، يعني على سبيل المثال هذا عليه نقطة واحدة بس بما انه سؤال قصير ممكن الواحد يقراه، بس احيانا مثلا بيكون سؤال عليه نقطة واحدة وبكون عليه يعني هون صبور كلمات، يعني في كلمات كثيرة بدك ساعة وانت تقرا فيهن كلياتهم اخر شيء مشان شو؟ مشان نقطة واحدة، فالأفضل انك تركز على الأسئلة اللي بتعطيك نقاط أكثر. طيب، هم بقول لك فاسس دن ديرزن دي جيفيربا أورنوك، يعني بقول لك شو الهدف من هاي جيفيربا أورنوك؟ هم بقول لك ريجلت ريشت بتسيونت فيشن أونتر نيمن ريجلت أو كرون لاجن فور داس فاخ جيفيربا أنت هيتلش فور شريفتن فور أورنوك ديفيرز جيفيرب أرتن جيلت نور فور هانس جيفيربا. صراحة بذكر الخيار الأول والثاني إن كانوا صحيحات. بس يمكن انه هون بقول لك انه ريجلت ريش بتسيونج سفيشن اونتر نيمن يعني انه تنظم العلاقه القانونيه بين الشركات، وهون بتقول لك ريجلت اوخ جروند لاجن فور داس فاك جيفيربا انه بتنظم القوانين الاساسيه كانه للفاك جيفيربا. طيب هون يعني حطه كمان قانون الشركات يحتوي قاعده منظمه مختلفه اتجاه. طيب التالي الثاني. طيب هذا السؤال السادس هون بقول لك فيلشر فور اوت سيستونج موس اين زيشر هايت مت اربايتر الس لاندن ديدكتيف اربايتن مشتا. طيب هون في شغله ثانيه اسمه لاندن ديدكتيف، انا صراحه ما بعرف شو هي الشغله هاي بس كانه محقق او شيء هيك. بقول لك شو لازم المتطلبات لازم تسويها حتى تشتغل هاي الشغله. بذكر صراحه زاك كوندن اخ فايز يمكن. مش متأكد بس بذكر ان زاك كوندن اخ فايز صراحة، يعني صراحة جاوبت عليها من زمان يعني من وقت طويل ما عادش ذكرتها. طيب زاك كوندن اخ فايز كان الاسئلة مخربطة هون، يعني الخيارات مش مثل ما بتظهر بالخيارات العربي، يعني الخيارات الالماني غير الخيارات العربي. طيب شهادة كفاءة. طيب التالي. طيب اختبار الكفاءة حسب في نظرة اجيبه هون شو؟ وأجزاك كوند بروفنج ناق في ندرس أجيبو إس فور أسيستنج أم ألس بريفات ديتكتيف أربعتين سو دورفن إنه هي متطلب حتى تعمل هاي بريفات ديتكتيف أو محقق خاص يعني إير هيلث مان ناق أينم فور أربعتين كورس من ديستن 80 شتوندا، يعني إنه بتلقاها الزلمة بعد فور أربعتين كورس أو يعني كورس تحضيري لمدة 80 ساعة.
وغوك است سو جانس فور اوزيستونغ فور دين اوس بيلدونغ فاخ كرافت فور شوتس اون ذا شرايت. نقول لك انه احد المتطلبات حتى تعمل اوس بيلدونغ لا فاخ كرافت شوتس اون ذا شرايت. صراحة بتذكر انه هو الخيار الاخير هو موست نش سو زيتش ابجليكت فيردن فين دير ذا شرايت متربايتر بيراتس اين اوس بيلدونغ از فيلديجر ابزول فيرت هابن. انه بقول لك انه هي مش متطلب اساسي اذا الواحد بده يشتغل كفيلديجر. صراحة نشوف فيلديجر مش عارف انه صياد او شيء. فهي الخيار الرابع هذا الخيار الوحيد الصحيح. طيب هون اعطي فايتر هون شو هون لا يجب ان ياخذ بشكل اضافي اذا كان ضابط الامن قد اكمل بالفعل دوله دوره تدريبيه كضابط شرطه عسكريه. طيب هون جاوبنا على السبعه. هناك في سؤال ما احناش مجاوبين عليه السؤال الاول هون ما احناش مجاوبين عليه يعني هو الاسئله اللي جاوب عليها بحط لك اياها بالاخضر. خلينا نجاوب على 10 اسئله بس يمكن 10 اسئله كثير اساسا. طيب هون بيقول لك اين بيفاخوس جيربا فورت يعني انه هاي الشغله البيفاخمز جيفيربا او مراقبه او شيء انه بسويها فير اوس شليسليش اوبجكت فاخمز فور فريمد دورش جوفورت او دورش فورت عفوا انه بسويها الشخص اللي بده مثلا يراقب ممتلكات الاشخاص الناس الثانيين انه فير اوس بريفات ديتكتيف اربايتد او اللي بده يعمل كمحقق خاص هون فير فريمدس ليبن اودر ايدن توم شوتس دابايرشنال سوشرايبن انه ممكن يحمي حياة ملكية الناس الثانيين بدون ما يكتب فاتورة. They give message from this Leben order identum shoots. انه مين بده يحمي حياة وممتلكات الناس الثانيين يعني بشكل تجاري بشكل تجاري؟ give a message هاي. طيب. نشوف هناك بس كمان. الذي يقوم فقط بمراقبة الكائنات الغرباء. بس هون كلمة فقط يعني الواحد بتفوته بالحيط صراحة يعني هم كاتبين هون نور. بس انا جاوبت عليها بتذكر كان انه هاي محطوط خيار صحيح. طيب الذي يحمي حياته هي شخص يحمي حياته مثل شخص اخر. طيب هذا الثامن خلينا نجاوب على التاسع والعاشر بس. طيب هون الخصوصيه هون نطير التصنيف هون كمان هاي نقطه واحده. طيب يقول لك اللائحه حل عامه لحمايه البيانات تنطبق على فقط في المانيا كل دول العالم هي فقط جميع دول اعضاء الاتحاد الاوروبي. طيب هون فايتر هاي داتا شوس فور ارنن جيلد فور يو اي يو متكليد شتاتن. طيب فايتر هاي وصلنا السؤال العاشر بس. طيب كاتيجوري هون داتا شوز كمان حمايه البيانات بقول لك ان اينر ديسكوتيك كان انا بزوخر نشت سالم دير تور دير تور شتير عفوا دار بقول لك في احد الديسكوات كان زار مش قادر يدفع ف تور شتير او حارس الباب يعني طبعا هاي حارس الباب انت ممكن تكون انت بقول لك مسموح له دير بونزرا اوزوايز دير بيزون الاس فاند اين اين بيهالتن انه احتفاظ يعني بالاوزوايز دين بيزوخر ناخ دين بيزرا اوزوايز دور زوخن انه يبحث مع ال شو اسمه الزمن يعني اللي فات على الديسكو على الاوزوايز او بقول لك زيش دي داتن بيزرا اوزوايز ابشرايبن ان ديزن فال كان بيزون سنه داتن اوف نيمن انه في هاي الحال مش مسموح له ياخذ اي بيانات هو صراحه مسموح له بس انه يسجل الاسم تبعه للزلمه هذا يعني مش مسموح له يبحث او يدور على شيء. طيب هون التالي لا يكون الزائر دفع في مال هيئه قد يكون الحارس هون نسخ البيانات من بطاقه الهويه. طيب هذول 10 اسئله لحد الان مثل ما قلت لكم هن 72 سؤال يعني اذا بدنا نجاوب على كل سؤال على هذه الطريقه بدي شيء عملته شيء ساعتين ثلاث. طيب عشان هيك عشان اذا بدك تخلص وتتاكد من الاجابات بس بدك تروح على 72 بعدين بدك تقول له هون السابق اكمل راح 72 هون خلينا نشوف بالالماني هاي كويز ابشليسن سوق السابق. طيب سوق السابق هون السابق اكمل اهل الاختبار. طيب هون كويز ابشليسن انه انهاء الاختبار خلينا نشوف شو الاجابات اللي طلعت معنا صح طلعت غلط. هون بحط لك اخر شيء والتصنيفات بقول لك شو اجاك معك صح شو اجاك معك غلط. هون بقول لك مثلا القانون المدني انه 0% الاجماليه 50% القانون التجاري 75%. طيب النقاط اللي حصلنا عليها حصلنا على 10 نقاط لقد حصلت 10 نقاط من 100 نقطة. طيب خلينا نروح بالألماني كمان كويز ابشليسن. طيب هسا بس حتى تشوف الأسئلة بس خلينا نراجعها مرة ثانية. في عندك هاي كويز ارنويس سارتن يعني انك تبدأ الكويز مجددا وهون فراغ الأنزيهم يعني بمعنى انك تشوف الأسئلة فإذا أعطيناهم فراغ الأنزيهم وهون كمان نفس الشيء الاسئله. ها هسه السؤال الاول صح احتكار الامن هاي بقول لك مملوكه من قبل وكالات انفاذ قانون التابعه للدوله وكذلك شركات الامن الخاصه.
كمان هون التصنيف هون بقول لك قوانين الأنظمة. طيب هاي مثلا تصنيف ألماني بقول لك إنه دولة جمهورية فيدرالية، يعني حط اتحاد، هي مش بس يعني بالألماني يكون جاوبها صح ولا لا؟ بلى بالألماني جاوبها صح، بس بالعربي صراحة الترجمة يعني خلطتني شوي. طيب هون الحق العام صح، هون الحق العام. طيب الجيب بقول لك انه مش ينظم العلاقه بين الشركات، وانما يحتوي على قواعد وانظمه قوانين مختلفه للتجاره، ينظم اساسيات تجاره الاوراق الماليه. الاوراق الماليه هاي ان هيل فور شيفتن اون ذا فور اوردنج فور ديفيرس جيف اب اوردنج. طيب هاي السؤال السابع كمان، الثامن التاسع العاشر. طبعا هم حاطين بعدين اخر شيء الاسئله الصحيحه، يعني حاط لك كل سؤال والاجابه الصحيحه تبعه، يعني انت فيك مباشره تفوت على السؤال على الامتحان وتروح على السؤال الاخير وتعطيه الاجابات، فبعطيك الاجابات الاسئله كلها مع الاجابات الصحيحه تبعها، يعني احسن ما تقعد تتحزر. اي يعني صراحه يعني بس مشان اورجيكم يعني شلون النموذج بكون، ولا انت فيك بس هسه مثلا اذا فتنا مجددا لهون اذا عملنا له تحديث. خلينا نروح لصفحه البدايه مثلا، هاي جيك فاند رايت شو رحت على اللير ماتيريال، عفوا شو اسمه هاي بروف اند فراز مثلا، بدك اول امتحان، بس اول امتحان شفناه، خلينا نشوف الامتحان الثاني مثلا. هسه مثلا هون بالامتحان الاول طبعا كل سؤال لازم تتحذر انت، بس انت فيك تروح على سؤال 72 بعدين يعني تعطيك كويز ابشليشن. هسه ما جاوبتش على اول سؤال، بس بقول له هون فراغ انزين، هسه بعطيني الاسئله مع الاجابات الصحيحه تبعها، مثلا بقول لك انه هذا السؤال هاي الاجابات الصحيحه تبعه، هذا السؤال الثاني هاي الاجابات الصحيحه تبعه. طيب صراحه بس حبيت اورجيكم هيك النموذج شلون الواحد ممكن يدرس للجيفير، يعني احسن طريقه شفتها على الموقع صراحه، فيه اسئله كثيره، يعني اذا رحت على الاسئله هون 1 2 3 4 وفي عندك هذول كمان 1 2 3 4 5 6 7 8، القصد انه فيه معلومات كثيره واسئله كثيره. فاذا بدكم تدرسوا هذا الموقع مفيد جدا للسلافه. طيب نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.